احنا ذكرنا في اول اللقاء ذكرنا ان هذا من الاحاديث التي بني عليه الاسلام، معرفة الحلال والحرام، ان تحل ما احل الله وتحرم ما وتحل. هنا مش بمعنى تصدر الحكم، ولكن بمعنى ان تمتنع عن الشيء الذي حرمه الله ايمانا منك بانه محرم، ايمانا منك بانه، يعني مش بمعنى ان تحل وتحرم يعني انت مشرع مع ربنا، لا، مش بالمعنى ده، مش بمعنى انك تشرع تحل وتحرم، لا، انما بمعنى ايه؟ ان تعتقد حرمة ما حرم وحلية ما احل، وبالتالي تجتنب المحرم وتفعل الايه؟ او المباح فيما احل الله لك، فيما احل الله لك. يبقى ايه؟ هناك امور بديهية يعني ينبغي ان ينتبه اليها الانسان، وما ياخدش الامور او العبارات كده سطحية، زي ما سألت من قبل واحد بيقول طب بيقول ربنا بيقول وكبره تكبيرا، هو تكبير الشيء دليل على ان على صغره اولا. انت بتكبر لما تاخد صورة لك او تروح الاستوديو وتقول له كبر لي دي، يعني ما مكبرها من صغر، يعني كانت صغيرة وانت بتكبرها، انما لما يقول كبره بمعنى ايه؟ اي عن صغر، حاشا لله، سبحان ربنا رب العزة عما يصفون. امال ايه كبره؟ اي اعتقد انه الكبير المتعال، اي كبره في نفسك بمعنى عظمه في نفسك، عظمه فيه. ولذلك دي الحكمة في ان احنا بنقول الله اكبر كبيرة، فشوف كلمة كبيرة، اي الله اكبر حال كونه كبيرا، الله اكبر حال كونه لا يحتاج منا الى تكبير، ولكن التكبير قد يطلق ويراد به القول، ان تقول الله اكبر، وقد يطلق ويراد به الاعتقاد، اي ان تجعله كبيرا وعظيما في نفسك، اي ان تعظم الشأن فيه سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى.